نشرة العاشرة مساء من ألايف، أهلا بكم مشاهدينا. أهلا بكم إلى نشرتنا الرئيسة لهذا اليوم. التفاصيل. شهد رئيس عبد الفتاح السيسي ندوة تثقيفية 24 والتي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان مجابهة الإرهاب إرادة أمة. وفي كلمة له خلال الندوة أكد السيسي أن مصر تحارب الإرهاب في الوقت الذي تسعى فيه لبناء وطن، مشددا على أن الإرهاب أخبث وسيلة لتدمير الدول. أخبث وأدهى وسيلة لتدمير الدول هي الإرهاب. أول مرة كمان مهم أوي إن إحنا كلنا كمصريين نفهم، واللي بيسمعنا في كل حتة في الدنيا، أخبث وأدهى وسيلة لتدمير الدول مش تدمير أنظمة، ده بيدمر الدولة تماما. كما شدد الرئيس السيسي على أن قوات الجيش والشرطة ليست لديها ولاءات طائفية، وأن ولاء القوات المسلحة والشرطة للشعب فقط. احنا اتكلمنا كتير في الولاء قبل كده، وقلنا ان احنا ما عندناش لا ولاء لا مذهبي ولا طائفي ولا سياسي ولا حتى ولاء للرئيس، ولا حتى ولاء للرئيس، ولاء لمصر ولشعبها بس. وانا هفكر الجيش وفكر الشرطة تاني. من 4 سنين ونص كده الطلب مننا ان احنا نسمح بدخول فئات معينة، وطلب مني الطلب ده، وقلت لهم مش هينفع حد يدخل الجيش غير المصري اللي ملوش توجهات دينية، يعني إنسان مسلم بس، إنسان مسيحي بس، لكن ما يبقاش له توجه ديني معين. فازاي؟ قلت لهم هو كده، ومحدش هيدخل الجيش أبدا إلا المصري فقط. والكلام ده قلت لهم طول ما أنا موجود محدش هيخش فيه، وده اللي حمى مصر. لأن ببساطة خالص تصوروا لو ناس ليها توجه كده ولا كده، هو هيقف مع توجهه. وانتوا لازم تعرفوا ده، الجيش والشرطة اللي ليه توجه يخليه بعيد عن الجيش والشرطة، يخليه بعيد عن الدولة حتى. ليه؟ لو في توجه داخل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بيبقى غصب عنه بيميل لتوجهه، ما بيشوفش المصلحة الوطنية، مصلحة بلده أبدا، بيشوف مصلحة الفئة، التوجه اللي هو بيعتقد في سلامته. وحول الوضع الاقتصادي، أكد الرئيس خلال ندوة تثقيفية أن التحديات الداخلية ضخمة جدا، لكنها ليست أكبر من إرادة الشعب الذي يتسم بالوعي والإدراك الصحيح، ما جعله يتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي. التحدي اللي موجود جوه مصر أكبر من الرئيس لوحده، وأكبر من الحكومة لوحدها، وأكبر من مؤسسات الدولة لوحدها، لكن مش أكبر من إرادة الشعب المصري كله مع بعض. وعشان كده دايما اتكلم واقول يا جماعه خلي بالكم، يا مصريين، يا مصريين دي تعني مين؟ كل من هو يطلق عليه مصري، بيشتغل في الاعلام، بيشتغل في الثقافه، بيشتغل في اي مؤسسه من مؤسسات الدوله، المزارع اللي موجود في ارضه. احنا في حرب حقيقيه للحفاظ على الدوله ديت حتى لا تكون مثل الدول الاخرى. بس انا عايز اقول لكم حاجه دلوقتي، ودي تجربتي اللي انا بشوفها او اللي انا طلعت بيها. أنا بقول لكم إن وعي المصريين أنا رهنت عليه، وكان هو حقيقة حائط الصد الحقيقي قدام كل الجهد ده، حتى لو إحنا كدولة كمؤسسات ما كناش قادرين أو ما عرفناش نأدي دورنا المناسب في الوعي. لا، المصريين النهاردة قادرين على الفرز لوحدهم، وده السبب اللي حتى الآن وبإجراءات اقتصادية في منتهى القسوة والصعوبة تحملوها الناس، مش تحملوها عشان خاطر حد، تحملوها بوعيهم ان ده هو المسار اللي احنا ما عندناش خيار غيره، وإلى البلد يبقى فيها مشكلة كبيرة.
وخلال كلمته شدد الرئيس السيسي على أهمية دور الإعلام في المرحلة التي تمر بها مصر حاليا، محذرا من خطورة الانسياق وراء الأصوات التي تعتمد على التشويه والتشكيك الدائم في أي إنجاز تحققه الدولة المصرية. احنا حاولنا ان احنا خلال الثلاث سنين اللي فاتوا او اكتر ان احنا في اطار هدف احنا استراتيجية دكتور عبد المنعم هو تثبيت الدولة، واستدعينا الاعلاميين وقلنا لهم ان انتم في معركة معانا من اجل مصر. التحديات اللي موجودة جوه البلد او جوه الدولة ضخمة جدا، وتداعيات حالة الثورة اللي بقى لها ست سنين او اكتر كانت كبيرة جدا جدا، والمؤسسات يعني تأثرت تأثر شديد جدا بالحالة ديت، والنتاج بتاع ده كله نتاج يمكن ما يرضيش او مش على قد المجابهة والتحدي اللي احنا بنقابله في بلدنا. يعني الناس عندها امال كبيرة وليهم حق في كده، وليهم ان هم يشعروا بان اللي بيتطلعوا ليه بيتحقق، لكن في نفس الوقت ده بالنسبة للدولة بظروفها تحدي كبير، وقلنا ان ده محتاج مننا كلنا ان احنا نقف ايد واحدة، وبكررها مرة تانية ايد واحدة. ليه؟ لان احنا كلنا في المعركة دي مع بعض لاجل خاطر بلدنا والناس المصريين. وزي ما حضرتك تحدثت وقلت اللي بيتم ازاي تشويه وتشكيك وفقد الثقة، وبالمناسبة انا عايز اقول للمصريين ان حالة التشكيك دي مش بادئة من ست سنين ولا سبع سنين، دي بقى لها سنين طويلة جدا موجودة معانا. في ناس عايشة في وسطينا تقلل من اي جهد، انا بقول على مدى 40-50 سنة، وبيقدموا نفسهم على ان هم اصحاب الحقيقة واصحاب الحق اللي واصحاب المصلحة، وده مش حقيقي، لان التحديات اللي جوه مصر اكبر من اي حد. قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن العمل جار للانتهاء من التعديل الوزاري على أن يتم عرضه على مجلس النواب في 12 من فبراير الجاري، مشيرا إلى إمكانية دمج بعض الوزارات. في سياق آخر قال إسماعيل خلال تصريحات صحفية إن نظام المزايدات المتعلقة بالبحث عن الذهب في مصر قائم على اقتسام الإنتاج، مؤكدا أن وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية طرحتا المزايدة الأخيرة للذهب عملا بهذا النظام. التقى وزير الخارجية سامح شكري وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني محمد بن إبراهيم المطوع. اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في سوريا اليمن وليبيا، فضلا عن جهود مكافحة الإرهاب بالمنطقة. إلى أخبارنا الإقليمية مشاهدينا الكرام، أصيب 5 إسرائيليين في عمليتي طعن وإطلاق نار وسط مدينة بتاح تكفى قرب تل أبيب. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابا فلسطينيا يشتبه بتنفيذه العملية المزدوجة، وقالت أن الشاب قدم خصيصا من الضفة الغربية لتنفيذ عملية إطلاق رصاص. جاءت عمليتا الطعن وإطلاق النار في أعقاب استشهاد فلسطينيين وإصابة 5 خلال غارات جوية نفذها طيران الاحتلال في قطاع غزة، إلا أنه عاد ونفى مسؤوليته عن ذلك. طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن المجتمع الدولي بالمساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 ورافض الاستيطان. جاءت تصريحات أبو مازن خلال لقائه برئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشال أثناء زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل على رأس وفد فلسطيني. ونؤكد على ما جاء في بيان المؤتمر إزاء أهمية الحفاظ على حل الدولتين ووقف الاستيطان وفق قرار مجلس الأمن 2334 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 67 وإنشاء مجموعة متابعة دولية للمساعدة في صنع السلام. وإلى اليمن، شنت مقاتلات التحالف العربي عشرات الغارات على أهداف للمتمردين الحوثيين بجبهتي ميدي وحرد بحجة بشمال البلاد. وأفادت مصادر عسكرية يمنية بأن مقاتلات التحالف شنت 25 غارة جوية على مواقع للحوثيين وسط تحليق لمروحيات الأباتشي وطائرات الاستطلاع.
في غضون ذلك صد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما للمتمردين بمحيط حي الدعوة ومعسكر التشريفات بمدينة تعز، تكبد خلاله المتمردون خسائر في الأرواح والعتاد. قتل 3 مدنيين وأصيب 2 آخران بانفجار عبوة نازفة في منطقة مأهولة بسكان في مدينة حمص غربي سوريا. وقالت وكالة الأنباء السورية إن التفجير وقع في ساحة رئيسية بحي الزهراء الذي تسيطر عليه الحكومة في وسط المدينة. أعلنت هيئة رئاسة الأركان التركية مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 11 آخرين في غارات جوية شنتها مقاتلات روسية عن طريق الخطأ بمدينة الباب بشمال سوريا. هذا وتشن القوات التركية منذ 24 من أغسطس الماضي حملة عسكرية داخل سوريا دعما للجيش السوري الحر تحت اسم درع الفرات لتطهير المناطق السورية المتاخمة للحدود التركية من عناصر تنظيم داعش. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها الجوية قتلت خلال الأيام الماضية 11 عنصرا من تنظيم القاعدة في ضربتين جويتين قرب إدلب بسوريا. وذكر بيان للبنتاغون أن القيادي في القاعدة أبو هاني المصري كان ضمن القتلى. ومن ناحية أخرى أعلن مسؤولون بالبنتاغون أن واشنطن بدأت دعم قنوات التواصل مع موسكو لتفادي التصادم في الأجواء السورية خلال تحرير مدينة الرقة. أعلنت الأمم المتحدة أن موفدها الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا سيوجه دعوات للمشاركة في محادثات السلام بجنيف خلال الأيام المقبلة، متراجعا بذلك عن تحذير كان وجهه إلى المعارضة السورية بهذا الصدد. كان دي مستورا قد حذر المعارضة من أنه سيختار بنفسه مندوبيها إلى محادثات السلام التي من المقرر أن تجرى تحت إشراف الأمم المتحدة في 20 من فبراير الجاري، وذلك حال لم تتوصل إلى اتفاق على من سيمثلها. بدأ سكان حلب السورية بالعودة إلى المدينة رغم وجود بعض الصعوبات، وطالب المدنيون بسرعة إعادة الكهرباء والماء والخدمات العامة إلى طبيعتها كي يتسنى لمن نزح العودة إلى ديارهم. هنا في حلب، تلك المدينة المكلومة التي أصبح ركامها وحطامها أكثر من عدد سكانها، لا تزال تشهد أحلك أيامها. عودة بطيئة للحياة ترسمها حركة أهالي حلب الذين عادوا من أجل استعادة ما سلبته الحرب منهم، وبقدر الألم الذي واكب الخروج منها كانت العودة إلى المدينة وقراها لا تقل ألما، حيث وجد الأهالي منازلهم مدمرة والخدمات الأساسية غير موجودة وأصبحوا يعيشون فقط على المعونات الإنسانية. أصابع تلك السيدة تحمل جروحا خفيفة بسبب غسل الملابس في مياه شديدة البرودة، وتعيش هي وعائلتها في طقس سيء، لا كهرباء ولا مياه نظيفة. إنهم بعض من عشرات الآلاف من سكان حلب الذين فضلوا العودة لأحيائهم التي تحولت إلى حطام على أن يحيوا غرباء كنازحين. التدفئة بالحطب، عم نجيب حطب من الدفة، ومعونات عمال بتجينا الحمد لله رب العالمين، خبز كل يوم بتجينا ربطة، ومشي حالنا. يعني بتمنى يكون يعني أحوالنا أحسن من هيك، وإن شاء الله بإذن الله تعالى رب العالمين بكيك بنصرنا على هالأرهابيين وترجع البلد مثل أول إن شاء الله وأحسن. ولا يتردد السكان للوصول إلى وجهتهم في القفز بين الحفر أو تسلق السواتر الترابية، في حين تعمل الجرافات والآليات بشكل متواصل على رفع الركام وفتح الطرق، خصوصا عند نقاط الالتماس السابقة بين الأحياء الغربية والشرقية. أول قذيفة بداية الأحداث ضربت عنا هون في المقبرة، ومن على أثرها العالم الناس كلها تخافت، لأنه أول مرة ما بتعرف العالم كلها تلات أرباع طلعت، ونحن بعد كم نهار كمان طلعنا، ضلينا حوالي شهرين ورجعنا نحن لهون، بركة هون واستقريت أنا لحد الآن وتعودنا على هالشيء هذا. لم تجلب الحرب الأهلية السورية الخراب على البلاد وحسب، بل مزقت نسيجها المجتمعي، فأثارت انقسامات بين من يدعمون أطرافا مختلفة في الصراع، وفرقت بين العائلات وأفسدت حياة الملايين. قتل قيادي بتنظيم داعش الإرهابي خلال غارة لمقاتلات التحالف الدولي بمدينة الموصل في شمال العراق.
وقال بيان لمجلس أمن إقليم كردستان إن طائرات التحالف استهدفت المسؤول الشرعي للتنظيم في منطقة أزنجيلي بالجانب الأيمن للموصل. وفي غضون ذلك استهدف طيران العراقي وقيادات مهمة في التنظيم خلال اجتماع لهم وسط قضاء تل عفر بمدينة الموصل. أخذت السياسة الأمريكية في اليمن منحا مغيرا بعد وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة، فبعد سنوات من الاعتماد على ضربات الطائرات تدخلت قوات النخبة بريا ودخلت في اشتباكات مع تنظيم القاعدة. ويرفض البيت الأبيض أي انتقادات للحراك الأمريكي الأخير، مؤكدا أنه ضمن الالتزام بمكافحة الإرهاب. بعد سنوات دابت فيها الولايات المتحدة على استهداف مسلحي القاعدة في اليمن عن طريق غارات تشنها طائرات دون طيار، أحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحولا جذريا مفاجئا شمل تنفيذ عمليات برية نادرة لقوات النخبة الأمريكية. ورغم أن الهجوم البري الأمريكي الأخير في محافظة البيضاء حقق أهدافه بقتل وأسر العشرات من تنظيم القاعدة، فإنه تسبب أيضا في قتل مدنيين من بينهم نساء وأطفال. وفي أول رد فعل من الحكومة اليمنية، ذكر مسؤولان في وزارة الدفاع اليمنية أن العملية تمت دون تنسيق معها وأن توقيتها كان خاطئا ولم يستفد منها سوى تنظيم القاعدة. البيت الأبيض من جهته أكد أنه يتواصل مع الحكومة اليمنية عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، كما نفى إضافة أي قيود على الجهود الأمريكية لمحاربة الإرهاب في اليمن. الإجراء الذي تم اتخاذه في اليمن حقق نجاحا كبيرا ويمنع خطرا كبيرا على بلادنا. بالطبع نتواصل مع الحكومة اليمنية، لكنهم يجب أن يتفهموا طبيعة التحدي الذي نقف أمامه. تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض جاءت متسقة مع الوضع على الأرض، حيث عادت المدمرة الأمريكية الشهيرة USS كول إلى خليج عدن قبالة السواحل اليمنية بعد 17 عاما من الغياب، وهي تمتلك تقنية حربية متطورة ومجهزة بنظام إطلاق للصواريخ الباليستية، كما أن لديها القدرة على حمل مروحيات وصواريخ من طراز توماهوك. وأصبح من اللافت للنظر التغير النوعي في طريقة الهجمات الأمريكية بإشراك قوات برية وبحرية، ما يعكس رغبة في التأكد من تحقيق العمليات العسكرية لأهدافها بتصفية المستهدفين أو تدمير أهداف بعينها أو اعتقال مسلحين من تنظيم القاعدة بغرض انتزاع معلومات مفيدة منهم. أعلن موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر أن مفاوضات لتفعيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا قد تؤدي إلى نتيجة في الأسابيع المقبلة، خاصة بالنسبة لقوات المشير خليفة حفتر بشرق البلاد. قال كوبلر في كلمته أمام مجلس الأمن إن المباحثات حول تعديلات محتملة للاتفاق السياسي خاصة حول دور محتمل لحفتر أحرزت تقدما في الشهرين الماضيين. قالت وزارة الداخلية البحرينية إنه تم قتل 3 من المطلوبين في قضايا إرهابية واعتقال 9 آخرين، وذلك خلال محاولة هربهم إلى إيران. وكانت قوات الأمن البحرينية قد أحبطت محاولة تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية إلى إيران. أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية أنه جرى تنفيذ عدد من العمليات الأمنية اليوم وبعضها لا يزال مستمرا. أكد رئيس التونسي الباجي قائد السبسي أنه لا يمكن معالجة تدفق الهجرة غير الشرعية إلا باعتماد استراتيجية جماعية شاملة تعالج المساءلة من جميع نواحيها. وفي كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ الإيطالي قال السبسي إنه لا يوجد بلد في مأمن من الإرهاب، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية تعاون جماعية أوروبية إفريقية من شأنها أن تكفل تحقيق أفضل النتائج في مجال مكافحة هذه الظاهرة. احتفالات عارمة شهدها الصومال بعد فوز محمد عبد الله فرماجو بمنصب الرئاسة، حيث احتفل الصوماليون بإطلاق النار في سماء العاصمة مقديشيو. صفحة جديدة من الديمقراطية يسطرها الصومال في تاريخه بعد فوز رئيس الوزراء السابق محمد عبد الله فرماجو بمنصب الرئاسة في الانتخابات التي أجريت مؤخراً. وأدى الرئيس الجديد اليمين الدستورية متعهدا بأن يكون فوزه بداية لحقبة جديدة تسودها الوحدة والديمقراطية ومحاربة الفساد. وفاز فرماجو بغالبية 184 صوتا من أصوات أعضاء مجلس النواب
متخطيا نسبة النصف. لقد أنجزنا الانتخابات، وإنه يوم سعيد لانتخاب رئيس جديد ودولة جديدة وتاريخ جديد، وأطالب الشعب الصومالي العمل مع الرئيس الجديد وحكومته. ولليوم الثاني يواصل آلاف الشعب الصومالي من جميع طبقاته مسيرته في العاصمة مقديشو للابتهاج بفوز الرئيس، حيث تجمع منهم المئات عند النصب التذكاري للجندي المجهول في مقديشو، كما دوت أصوات إطلاق النار في أنحاء العاصمة الصومالية. أرواحنا ومعنوياتنا مرتفعة للغاية، ونحن نحتفل بانتخاب الرئيس الجديد محمد فورماجو، نحن وراءه ونقدم الدعم الكامل له. نسأل رئيسنا الجديد البدء في إعادة بناء بلدنا، وكذلك نطلب منه إطلاق سراح جميع الأبرياء المعتقلين في السجن من قبل أفراد المخابرات. ورحب المانحون الغربيون بانتخاب محمد فورماجو وحثه الاتحاد الأوروبي على مواجهة الفساد، في حين وصفت الولايات المتحدة انتقال السلطة بأنه خطوة إلى الأمام رغم المخاوف من حدوث مخالفات. كما أكدت فرنسا أن انتخابات الرئاسة في الصومال مرحلة مهمة لإحلال الاستقرار، ويواجه فورماجو الذي شغل منصب رئيس وزراء الصومال لمدة 8 أشهر قبل أن يترك منصبه في عام 2011 مهمة في غاية الصعوبة، حيث تعتمد الدولة على المعونات، كما تواجه أزمة غذاء وشيكة وخزائنها تكاد تكون فارغة، إضافة إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية. النشرة مشاهدينا ما زالت متواصلة مع حضراتكم، لكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. مرحبا بكم مجددا وإلى تفاصيل. أعلنت السلطات الألمانية اعتقال جزائري ونيجيري يشتبه في أنهما كانا يعدان لهجوم إرهابي في غوتينغن بوسط ألمانيا في إطار عملية واسعة للشرطة. وأوضح قائد شرطة غوتينغن أن العملية التي شارك فيها 450 عنصرا أمنيا للقيام ب12 عملية دهم بدأت بعد توفر مؤشرات حول اعتداء إرهابي قيد الإعداد. هذا وتواجه ألمانيا منذ سنوات تنامي الأوساط الإرهابية، وتعرضت العام الماضي لعدد من الاعتداءات التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها. وافق مجلس العموم البريطاني على قانون يسمح لرئيسة الوزراء تيريزا ماي ببدء مباحثات الخروج من الاتحاد الأوروبي. القانون أيده 494 نائبا بينما عارضه 122، فيما يتعين الحصول على موافقة مجلس اللوردات حتى يصبح القانون نافذا. بعد 7 أشهر من التصويت الشعبي التاريخي على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نجحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أخيرا في انتزاع موافقة مجلس العموم من خلال تمرير مشروع قانون يمنح لها الضوء الأخضر لبدء المفاوضات. وفي جلسة استمرت حتى منتصف الليل، صوت 494 عضوا في مجلس العموم البريطاني على مشروع القانون، في حين رفضه 121 عضوا، وبفضل الأغلبية التي يمتلكها حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي في البرلمان، تم رفض تعديلات طالبت بها المعارضة، ومنها الحصول على تقارير دورية من الحكومة على تطورات المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التنسيق مع حكومات اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية. وينص مشروع القانون على دعوة صريحة لمجلس اللوردات بسرعة إقرار المواد المنصوص عليها بالقانون وإحالته إلى القصر الملكي للبدء رسميا في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي في شهر مارس المقبل. أما عن تبعات الانفصال، فقد توقع مركز بحثي تابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل أن القطاع المالي البريطاني سيتأثر بصورة كارثية، حيث سيفقد 35% من خدماته المصرفية ونحو 30,000 وظيفة، فضلا عن أعمال اقتصادية قيمتها نحو 1,800 مليار يورو. حالة من الترقب يعيشها البريطانيون مع بدء عامين من المفاوضات يتبعها خروج من الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة ومحكمة العدل التابعة للاتحاد، فيما يظل التساؤل مطروحا حول كيفية تجنب الخسائر المتوقعة وآلية التعامل مع المهاجرين. تعتزم فرنسا إقامة حائط زجاجي حول قاعدة برج إيفل للوقاية من أي هجوم إرهابي. وقال المسؤول بمكتب رئيس بلدية باريس جان فرانسوا إن مشروع الحائط الزجاجي
سيحال إلى لجنة خاصة ثم إلى وزارة البيئة. وأكد فرانسوا أن الحائط الزجاجي يهدف إلى تحسين المنظر وجعل الدخول أيسر، كذلك إلى تعزيز حماية الزائرين والعاملين من الهجمات الإرهابية. رغم تحذيرات الإدارة الأمريكية، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران أجرت تجربة إطلاق صاروخ أرض جو في خطوة من شأنها زيادة الاحتقان مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وآله الطيبين. في خطوة من شأنها زيادة الاحتقان مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، قالت مصادر أمريكية إن إيران أجرت تجربة إطلاق صاروخ أرض جو احتفالا بذكرى الثورة الإيرانية. التجربة الجديدة تبدو معها إيران عازمة على المضي قدما في سياساتها الاستفزازية للرئيس الجديد دونالد ترامب، الذي قال في وقت سابق إن طهران تلعب بالنار وإنه لن يتساهل معها. وبرغم انتقاد ترامب للاتفاق النووي الإيراني وتأكيده أنه سيعيد النظر فيه حال وصوله للمكتب البيضاوي، إلا أن الرئيس حسن روحاني أكد أن الاتفاق يعد مكسبا لجميع الأطراف ونزع لفتيل التوتر بالمنطقة. البعض منا كانوا ضد المفاوضات ورفضوا أن نجريها، لكن الإدارة الإيرانية كانت من المرونة بمكان لحيث أجرينا المفاوضات، لكن الرئيس الجديد للولايات المتحدة ما زال يبحث في الصفقة النووية ويرفض أن يقبل بها. ومع تواتر أنباء أن البيت الأبيض يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية وفرض مزيد من العقوبات على طهران، بات الوضع على شفا حفرة من الصراع الدولي الخطير، ولا سيما مع العلاقات الروسية الإيرانية العميقة التي أدت إلى تشابك الأمور وتعقدها. أعتقد أن الرئيس روحاني لا يدرك أن هناك رئيسا جديدا للولايات المتحدة. طهران تمزح إذا كانت تعتقد أنها ستجلس لطاولة مفاوضات وهي تمارس انتهاكاتها في أكثر من مكان. وهكذا بات الوضع غامضا وملتبسا حول ردود الأفعال المتوقعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه طهران، وأحدها الأيام المقبلة كفيلة بأن توضح ماهية هذه الردود. قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن الحاصلين على إقامة دائمة ليسوا مشمولين بقرار حظر دخول إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد تنظيم الدخول إلى البلاد وحفظ أمنها. وأوضح سبايسر أن ترامب تحدث عن أن الدستور يوفر له تفويضا يمكنه من فرض قيود على الأجانب الذين يأتون إلى الولايات المتحدة. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين مرشح الرئيس دونالد ترامب لمنصب المدعي العام جيف ساشنز مستعيدا بقاعدة الأغلبية البسيطة. رغم المعارضة التي واجهها من جانب الأعضاء الديمقراطيين في المجلس، حصل ساشنز على تأييد 52 عضوا هم كامل الأعضاء الجمهوريين في المجلس، وذلك مقابل معارضة 47 من الحزب الديمقراطي. قالت وزيرة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني إن أوروبا بحاجة إلى المهاجرين من أجل اقتصادها، مشيرة إلى أنه لا يمكنها حل أزمة الهجرة إلا من خلال التعاون وليس بناء الجدران. وطلبت موغيريني خلال اجتماع ضم ممثلين عن القارتين الأوروبية والإفريقية، طلبت بأن تأخذ إفريقيا في الاعتبار تكلفة الاتجار بالبشر والخسائر في الأرواح الناتجة عن عمليات الهجرة. قال قائد القوات الأمريكية والدولية في أفغانستان الجنرال جون ناكلسون إنه في حاجة لزيادة جنود القوات الدولية هناك، وذلك لإنهاء الحرب مع حركة طالبان. أشار ناكلسون أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إلى أن المسألة ربما تطرح قريبا على رئيس دونالد ترامب، مضيفا أنه لديه القدرة على مواجهة الإرهاب في أفغانستان، ولكنه يريد إضافة عدة آلاف من الجنود للقوات الدولية لتقديم الاستشارات للجيش الأفغاني وتدريب جنوده. أعلنت لجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان تعليق أنشطتها الإغاثية بعد مقتل 6 من موظفيها. كان 6 موظفين بالصليب الأحمر قتلوا أثناء نقلهم إمدادات إلى مناطق بأفغانستان ضربتها عواصف ثلجية أوقعت قتلى في هجوم يشتبه في أنه من تنظيم داعش الإرهابي. اندلعت اشتباكات داخل برلمان جنوب إفريقيا أثناء إلقاء الرئيس جاكوب زوما كلمته أمام البرلمان. جاء ذلك بعد تهكم قائد حزب مقاتل الحرية الاقتصادية جاليس ماليما من إشراك قوات من الجيش بالفريق الأمني لحماية الرئيس. وازداد الخلاف بين الحزب الحاكم وأحزاب معارضة تتهم الرئيس زوما بضعف الشخصية، ما أدى لتراجع النمو الاقتصادي بصورة كبيرة بجنوب إفريقيا. Oh!
heads to harm others. وننتقل مشاهدينا الكرام إلى أخبارنا المحلية مرة أخرى. وقعت وزارة الاتصالات ووزارة العدل والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لتنفيذ المشروع القومي لتقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين للتوسع في إنشاء مراكز الخدمات التكنولوجية الموحدة. وشهد المهندس شريف إسماعيل مراسم توقيع البروتوكول. قالت رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية السفيرة نائلة جبر، قالت إن الحكومة المصرية قامت في عام 2014 بعمل منهاج متكامل من خلال عمل مؤسسي لمكافحة ظاهرة الهجرة. وخلال مؤتمر صحفي مع السفير البريطاني بالقاهرة، دعت جبر لإيجاد بدائل لحل أزمة الهجرة غير الشرعية عبر برامج تنموية. حرصت جمهورية مصر العربية على مواجهة خطر وتداعيات الهجرة غير الشرعية من خلال منهاج متكامل يرتكز على العمل المؤسسي والسند التشريعي والتحرك التنفيذي. ففي مارس 2014 صدر قرار إنشاء لجنة وطنية تابعة لمجلس الوزراء تطلع بوضع التشريعات والدراسات والبرامج والخطط والاستراتيجيات لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، تضم الوزارات والهيئات المعنية وتقوم برصد المعلومات والبيانات وتعني بأنشطة التوعية بأخطار الهجرة غير الشرعية. وقد حرصت اللجنة الوطنية خلال العامين الماضيين على أن توفي بمسؤولياتها في إطار تحرك مؤسسي يبتعد عن مسار البيروقراطية التقليدية ويسعى إلى تحقيق سريع للأهداف دون إرهاق ميزانية الدولة. نظمت اليوم أكاديمية البحث العلمي المنتدى الأول لتسويق مخرجات البحث العلمي بحضور وزير التعليم العالي أشرف الشيحي، وذلك من أجل مناقشة المخرجات التي تم تطبيقها خلال عام 2016. إيمانا بالدور المهم الذي يلعبه البحث العلمي في بناء المجتمعات المتقدمة والمتحضرة، قامت أكاديمية البحث العلمي بإطلاق المنتدى الأول لتسويق مخرجات البحث العلمي بوزارة التعليم العالي واستعراض بعض المشروعات التطبيقية والتكنولوجية التي قامت أكاديمية البحث العلمي بتمويلها والإشراف على تنفيذها لمواجهة بعض التحديات التي تواجهها الصناعة. المنتدى مهم جدا لأنه للمرة الأولى بنتكلم على بحث علمي ينتج عنه مشروعات حقيقية، صناعات حقيقية، فرص عمل، اقتصاد. احنا بنروج لهذا التوجه منذ ان شكلت هذه الوزارة قبل 15 شهر. عمل كبير اتعمل في مجالات عديدة، وصلنا لمرحلة تصنيع حقيقي استفادة من مخرجات البحث العلمي بدل ما تبقى اوراق بحثية وتركن. عديد من الأفكار تم الدخول في شراكات لتصنيعها بالفعل مع جهات عديدة سواء قطاع حكومي أو وزارات. وتناول المنتدى عرض التكنولوجيات ومخرجات البحث العلمي التي تم تطبيقها خلال عام 2016، ومن ضمنها مشروع محطة تحلية مياه متنقلة وتخزين القمح في الصوامع البلاستيكية. عندنا عشرات الموضوعات، احنا ابتدينا بخمسة، خمس موضوعات متنوعة في مجال الطاقة وتحلية المياه. بنتكلم عن منتج تصنيع محلي، تصميم محلي، مكون محلي يقل عن 40% في تحلية المياه من مياه البحر، بيعمل بالفعل في منطقة شلاتين منذ 4 أشهر، مش بنتكلم على مشروعات حبيسة الأدراج. بنتكلم كمان في مجال تخزين القمح والصوامع، وعارفين كلنا مشكلة الصوامع والاستثمارات اللي تم ضخها في الصوامع، عندنا حل بديل.
أصبحت الحاجة إلى البحث العلمي في وقتنا الحاضر أشد منها في أي وقت مضى، حيث أصبح العالم في سباق محموم للوصول لأكبر قدر ممكن من المعلومات والتي تؤدي إلى تقدم المجتمعات. دينا حويدق، أون لايف. التقى وزير النقل المهندس جلال السعيد السفيرة الهندية في القاهرة ووفدا من رجال الأعمال الهنود بمقر وزارة النقل، حيث تناول اللقاء الفرص الاستثمارية الهندية في مجال النقل كذلك سبل تعزيزها في الفترة المقبلة. عقب اللقاء أكد السعيد على متانة العلاقات المصرية الهندية وأشار إلى وجود مشروعات في عدد من القطاعات يسعى الوفد الهندي للاستثمار فيها. هذا اللقاء مع سيادة السفير سفير جمهورية الهند في القاهرة والوفد رجال الأعمال والشركات الكبرى الهندية التي تعمل في مجالات عدة ومنها مجالات البنية الأساسية اللي احنا في وزارة النقل مهتمين بها. طبعا العلاقات بين مصر والهند علاقات متميزة وطويلة ونستطيع ولنا نفس الظروف الاقتصادية ونستطيع أن نبني على يعني ما تم في مصر في المرحلة السابقة من تغيرات اقتصادية ومن اهتمام كبير بالبنية الأساسية اللي هي قادرة على اكتساب استثمارات واكتساب رؤوس أموال واكتساب اهتمام الحكومات الدول الصديقة للتعاون مع مصر في إنجاز المشروعات الكبيرة في البنية الأساسية زي مشروعات الشكك الحديدية والمواني ومترو الأنفاق والمناطق اللوجستية وغيرها من المشروعات المماثلة يعني. هذا ويقوم وفد رجال الأعمال باتحاد الصناعات الهندية بزيارة إلى مصر بناء على دعوة من اتحاد الصناعات المصري. يضم الوفد رجال أعمال من القطاعات المختلفة لبحث الفرص الاستثمارية. بناء على دعوة من اتحاد الصناعات المصرية، قام وفد من رجال الأعمال باتحاد الصناعات الهندية في زيارة رسمية لمصر لمدة يومين لبحث فرص التجارة والاستثمار بين البلدين. بدأت الزيارة باجتماع بين رجال الأعمال المصريين وممثلين عن اتحاد الصناعات الهندية. هذا الحمد لله بيبين حجم الاهتمام من الجانب الهندي للاستثمار في مصر. هم سمعوا عن المشاريع كتير، جايين مذاكرين، وده شيء كويس ان بيدخلنا في المواضيع كتير. قانون الاستثمار الحمد لله عمل لهم مراحل او بدايته اللي سمعوا عنه، عمل لهم كذا مشروعات زي تنميه خليج السويس، زي مشروع من النصف الدائن، زي مشروعات كلها اللي تمت عامله لهم كذا. شركات كبيره جايه كويسه. في اجتماعات ثنائيه النهارده وبكره، في هيقابلوا برضه وزراء زي وزير الاستثمار هتقابلهم وفي بعض الوزراء الاخرين. فلا الزياره الحمد لله ثقيله يعني. ضم وفد رجال الاعمال الهندي قطاعات مختلفه مثل قطاع الاعمال التجاريه الزراعيه والبنية التحتية والكيماويات والطاقة وصناعة الأغذية وخدمات الأعمال. وخلال الاجتماع أكد الطرفين أن فرص التعاون والتكامل متوافرة في عديد من المجالات. نحن وفد من رجال الأعمال الهندي مكون من 10 شركات تعمل في قطاعات مختلفة وعديدة تشمل الصناعية والزراعية والمواد الغذائية، بالإضافة إلى قطاعات البنوك والتكنولوجيا. ونريد أن نكتشف فرص الاستثمار في مصر، ويعد اتحاد الصناعات الهندية أهم أحد مؤسسات الأعمال بالبلاد. ونحن هنا حيث يقدم كل من الطرفين المصري والهندي الفرص والمجالات المتوفرة لتعميق علاقات الاستثمار بين البلدين. اجتماعات واتفاقيات جديدة بين مصر والهند في مجالات صناعية عديدة لعلها تكون فرصة لمزيد من التعاون الثنائي تعود بالنفع على الجانبين ومزيد من الاستثمار والازدهار. دينا حويدق، أون لايف. النشرة ما زالت متواصلة مع حضراتكم، ونعود بعد الفاصل لنتابع أخبار الاقتصاد. مجددا أهلا بحضراتكم وإلى تفاصيل النشرة. أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية محمد مصلحي أن أرصدة القمح تكفي لأربعة أشهر، وقال مصلحي إن مناقصات القمح المستوردة مستمرة ويتم العمل على تنويع مصادر الاستيراد، وإن الحكومة تعطي أولوية فتح الاعتمادات المالية لتوفير السلع الأساسية. وأكد الوزير عدم تخفيض كميات الدقيق الموزعة على المخابز والمحافظات، وأن هناك رصيد من الدقيق في كل مطحن لا يقل عن 3 أيام.
ارتفعت فاتورة دعم المواد البترولية في النصف الأول من العام المالي إلى 38 مليار جنيه. وقال وزير البترول طارق الملا إن فاتورة الدعم ارتفعت بعد تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار البترول بالأسواق العالمية. يذكر أن الحكومة خصصت 35 مليار جنيه دعما للموارد البترولية في موازنة العام المالي الجاري وفقا لسعر برنت عند 40 دولارا للبرميل وسعر صرف الدولار مقابل 8 جنيهات و90 قرشا. تعلن الهيئة العامة لقناة السويس التعريفة الجديدة لعبور المجرى الملاحي في مارس المقبل. وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش إن هناك تحسنا ملحوظا في حركة التجارة العالمية بداية من فبراير الجاري، مشيرا إلى انعكاس ذلك على زيادة معدلات الملاحة بقناة السويس. كانت الهيئة قد قدمت أسعارا تنافسية لدول الخليج ودول أمريكا الشمالية لاستقطاب عدد أكبر من السفن العملاقة وخاصة ناقلات النفط. ارتفعت صادرات مصر من القطن الموسم الجاري بنسبة 17% منذ بدء موسم التصدير منتصف أكتوبر الماضي، لتسجل 27 ألف طن مقارنة بصادرات الموسم الماضي في الفترة ذاتها من العام السابق والتي بلغت 22500 طن. وبلغت نسبة التعاقدات التصديرية من إنتاج الموسم الجاري نحو 55%. وأشارت تقارير صادرة عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى ارتفاع جودة الإنتاج الجديد عن العام الماضي. رياضيا، وقع الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة أعلام المصريين ومحمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن عقود رعاية والبث الفضائي والنقل التلفزيوني للبطولة العربية. حضر المؤتمر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ومحمد المحمود رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي للأعلام وركان الحارثي رئيس مجلس إدارة شركة صلة الرياضية. ومن المقرر أن تقام البطولة في الإسكندرية يونيو المقبل. هذا وقال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة إعلام المصريين إنه يعد الجماهير المصرية بمفاجأة سارة خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الجمهور المصري والعربي يستحق المشاهدة الجيدة للأحداث الكبرى. احنا إن شاء الله بإذن الله بيننا وبين أبو ظبي يعني اتفاق استراتيجي في حاجات كتيرة جدا، شريك استراتيجي حقيقي. تاني حاجة تحصل معاهم فما كانش ورق بس احنا بنمضيه، فان شاء الله في انا بوعد جماهير مصر كلها ان في حاجات ومفاجآت عشان هو الجمهور المصري والعربي يستحق ان هو يحصل على خدمة جيدة ومشاهدة جيدة، وان شاء الله كل حاجة بوقتها تتقال بإذن الله. أكد تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم أن الاتحاد دائما ما يسعى لتحقيق طموحات الشباب العربي والاتفاق على نقل البث الفضائي لمباريات البطولة العربية للأندية، مشددا على أهمية البطولة. دائما نحن في الاتحاد العربي بكافة منسوبيه نسعى لمثل هذه اللحظة لنجتمع فيها سويا لنقل الكرة العربية إلى آفاق جديدة تتماشى مع قدرات وطموح الشباب العربي. اليوم والحمد لله نجتمع لهذا لنوقع عقد تحالف البث الفضائي للبطولة العربية المقررة في صيف هذا العام جمهورية مصر العربية الشقيقة مع قنوات اون تي في الرياضية وابو ظبي الرياضية. فنحن نبدو خطوة هامة نحو تحقيق اهم اهداف الاتحاد العربي المتمثلة في تقديم الشباب العربي للعالم بصورة البهية التي تظهر معدنها الأصيل وقيمته النبيلة القائمة على نشر المحبة والسلام وقدرة المؤسسات العربية على تنظيم بطولات رياضية على أعلى المستويات العالمية من حيث التقنية والتنظيم والتنافس. من أحد معامل جامعة أكسفورد قدم فريق من الباحثين مركبا كيميائيا جديدا قد يسهم في حل مشكلة الأمن الغذائي حول العالم. نتابع كيف. لم يعد الابتكار التكنولوجي في الزراعة أمرا ثانويا، فمع زيادة آثار التغيير المناخي وتراجع مستوى الأمن الغذائي عالميا، تشير إحصائيات الأمم المتحدة أن هناك 800 مليون فرد يعانون من سوء التغذية. وسعيا لتقديم حل لهذه المشكلة، قدم مجموعة من الباحثين في المملكة المتحدة مركبا كيميائيا لزيادة حجم حبوب القمح
بنسبة بلغت 20%. يساعد المركب النباتات للاستفادة المثلى من عملية البناء الضوئي، تالي يؤدي لزيادة المحصول، ويتم ذلك عن طريق رش النباتات بالمركب الكيميائي من 5 إلى 10 أيام قبل مرحلة الحصاد. ويقوم الفريق بجامعة أكسفورد حاليا بتجربة المركب داخل المعمل على أمل استخدامه بالمزارع مع نهاية العام الحالي. كما يعمل الفريق على التوسع في تطبيق المركب على نباتات غذائية أخرى مثل الأرز والذرة. بهذا انتهت هذه النشرة، ولم يتبقى إلا تذكرة حضراتكم بأهم ما جاء بها. السيسي يؤكد أن وعي الشعب المصري وإدراكه حجم المخاطر التي تهدد الوطن أكبر من كل التحديات. الرئيس الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بتطبيق قرار مجلس الأمن الرافض الاستيطان. قائد القوات الأمريكية في أفغانستان يطالب بزيادة عدد الجنود لإنهاء الحرب مع طالبان. ختاما لهذه النشرة مشاهدينا، في أمان الله.